مشاهدينا الكرام، وأولى حواراتنا في هذا الصباح اللي بنتكلم فيها عن انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للابتكار اللي بيقام على مدار يومين 8 و9 نوفمبر عام 2018 بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وده ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال. يمكن هذا المعرض في دورته الخامسة بيفتح آفاق جديدة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم المختلفة بطريقة فاعلة واحترافية ومباشرة، وده طبعا بيمثل استكمال لدور ورسالة الأكاديمية، أكاديمية البحث العلمي، في خدمة المجتمع العلمي من ناحية والمساهمة في التنمية الشاملة من ناحية تانية. خلينا نتعرف أكثر عن فعاليات هذا المعرض هذا العام وإيه الجديد اللي بيقدمه هذا العام من الدكتور هشام فاروق، أستاذ مساعد بمعهد بحوث الإلكترونيات وأحد المشاركين في هذا المعرض. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. قبل ما نبدأ الحوار مع حضرتك خلينا نتابع هذا التقرير مع السادة المشاهدين ونرجع مرة تانية مع حضرتك. أكثر من 600 اختراع قدمه شباب مبتكر من مصر ومن دول عربية في معرض القاهرة الدولي للابتكار والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي في نسخته الخامسة. عربية بتمشي بكهرباء، دي كانت أول نموذج ليها، يعتبر بروتوتايب، مشاركين فيها في مسابقة إيفا رالي للسيارات. دي كنا واخدين الدعم من أكاديمية البحث العلمي، مولونا إن احنا نصنع العربية دي عشان نبتدي ندخل السيارات الكهربائية مصر. استخدمنا اللي هو الويست أوف كوكينيت، عملنا عليه عدة معالجات، أنتجنا منه الكربون النشط، ثم أخذنا اللي هو الديزل الحفوري اللي موجود في جميع المحطات، عملنا عليه مثل عملية فلتريشن، بس عملية جدا مختلفة مش مطبقة من قبل. وجود كميات كبيرة تقدر بمئات الملايين من الدولارات من مخلفات البلاستيكية والبتروكيماوية المتراكمة في مصر وعلى خاصة في شركات البترول المصرية. احنا بنقدم نموذج جديد لإعادة تدوير هذه المخلفات وإعادة استخدامها مرة أخرى وتعظيم القيمة المستفادة منها. وزير التعليم العالي أكد أن المعرض يعكس امتلاك مصر لثروة بشرية هائلة من المبتكرين تستطيع أن تبدع بأبسط الموارد والإمكانات. ولادنا من سن المدرسة ازاي احنا بنرعاهم وازاي احنا بنحفزهم، وده يمكن اتكلمنا فيه في مؤتمر الشباب الاخير، ان احنا قلنا انا والدكتور طارق شوقي ان هي احنا بنسلم بعض، فازاي ننشر وعي الابتكار والعلوم والتكنولوجيا ويبقى عندنا اقتصاد المعرفه. هذا الاقبال الكبير غير المشهود يدل على ان الشباب في مصر شباب مثقف، شباب واعي، شباب مبتكر، شباب لا يمكن ابدا ان احنا نقلل من قيمته او نهمشه تاني يعني. واعتبر وزير التخطيط والتربية والتعليم أن المعرض أصبح محفلاً دولياً مشرفاً لمصر. اللقاءات الخاصة بالإبداع والابتكار دايماً بتدي طاقة إيجابية وبتدينا أمل وتفاؤل. وجود كل هذه العقول وكل هذه الأفكار في مكان واحد بعتقد أن هي دي دفعة كبيرة جداً إلى الأمام. هدفنا ننقل ولادنا فعلاً لأنهم يبقوا جيل غيرنا، جيل قادر أنه يبتكر. مصر رأس مالها في الناس، في شبابها، في أهلها، في عقولنا، فإحنا بنستثمر في العقول عشان نبقى شايفين مع بعض رايحين فين. ويقدم المعرض 50 فكرة من جامعة الطفل وأكثر من 30 مشروعا في مجالات الفنون والثقافة، ويشجع على العلم والابتكار والإبداع. وتتوالى نجاحات أكاديمية البحث العلمي في نشر ثقافة الابتكار وبناء جسور للتواصل مع المحيط العربي والدولي، وذلك من خلال معرض القاهرة الدولي للابتكار والذي يسعى إلى تجسير المفهوم العلمي للإبداع بين جميع فئات المجتمع. محمد الخطيب، النيل. نرجع تاني مشاهدينا الكرام، بنرحب بضيفنا في الاستوديو دكتور هشام فاروق، استاذ مساعد بمعهد بحوث الالكترونيات. اهلا بحضرتك مره تانية. في البدايه عايزين نتكلم عن اهم فعاليات النسخه الخامسه لمعرض القاهره للابتكار واهميه هذا المعرض. هو الحقيقه الاكاديميه ده المعرض الخامس اللي بتعمله، ده بيعرض وبيخلي الابتكارات والمجهودات اللي بتبذل في مصر في كل المجالات وعلى مستوى الاعمار المختلفه كلها بتبقى موجوده في مكان واحد. احنا بنشارك بقالنا يمكن 3 سنين او 4 سنين في المعرض ده باكتر من نشاط. انا يعني ممكن اكلم باسم المعهد بتاعنا، بيساهم بحوالي 4 اجنحه في المعرض بتخصصات مختلفه، لان الاكاديميه قايمه بدور الحقيقه انها بتحاول تنشط المجال التطبيقي والبحثي في مختلف المجالات في مصر.
فكانت بتطلق في من سنتين كده محاور اللي احنا نشتغل فيها، منهم محور المبادرات القوميه اللي احنا نستغل مشاكل موجوده في مصر بان احنا نعمل لها نستسم يعني نستخدم مشاكل موجوده في مصر نعمل لها حلول تقنيه نحلها وتحاول تحقق عائد كمان للجهات دي، سواء الجهات دي في صوره سياحيه او تراثيه او مشاكل عمليه في دورات عمل في الجهات الحكوميه او ايا كان. فكان في 2016 نزلت مجموعه من المحاور دي، منها محور تنشيط السياحه، ان ازاي وخاصه السياحه كانت في الفتره دي كانت فيها مشاكل كتير يعني. فالحقيقه احنا يعني قلنا نقتحم هذا المجال بالخبرات اللي موجوده في الفرق بتاعه التكنولوجيا المعلومات ازا وسيله ازا تول يعني انها تطور هذا المجال. ففكرنا ان احنا نستخدم التكنولوجيات الحديثه دي في ان احنا نعمل تطبيقات وابتكارات بخصوص تنشيط السياحه، وقلنا نختار محافظه الاقصر لانها كانت في الوقت ده من سنتين ابتدينا مشروع عاصمة السياحة العالمية. نعم. فكوننا فريق من العمل في تخصصات مختلفة، فريق البحثي مع الفريق المسؤول عن المحتوى الثقافي أو السياحي والآثار والتقنيات التطبيقية، الشركات اللي بتنفذ المجال ده، وكمان المحور بتاع capacity building أو تنمية القدرات في مجال التطبيقات دي. فمعانا في الفريق ده معهد مصر للإلكترونيات وجامعة الأزهر في الناحية البحثية، ومعانا مركز توثيق التراث مكتبة اسكندرية علشان المحتوى. احنا عايزين نتكلم بقى عن أهمية التقنيات والآليات الجديدة اللي انتوا قدرتوا ان انتوا تقدموا بيها الجديد او تنافسوا بيها اللي كان مبتكر قبليكم، وأهمية التنسيق بين جهات مختلفة حتى يطلع العمل ده للنور. هو الحقيقه الحمد لله الفريق متجانس مع بعضه، والجهات اللي احنا يعني المستفيدين، الجهه المستفيده مننا سواء محافظه الاقصر او وزاره الاثار او وزاره السياحه، يعني في تعاون مستمر ان احنا نحاول نوصل بالمخرجات دي باسرع وقت. فكنا بنستخدم تقنيات حديثه خاصه بالنظام التصوير ثلاثي الابعاد بكاميرات متخصصه، يعني كانت اول مره تستخدم في هذا النوع من التقنيات، كاميرا حديثه جدا بتصور 360 درجه في نفس الوقت. فروحنا نطبق الكلام ده على معبد الكرنك ومعبد الاقصر بان احنا بنستخدم الكاميرات دي انها تاخد المنظر العام لمسح شامل لمعبد الكرنك. فروحنا صورنا اكتر من 120 نقطه وعملنا بيهم زي زياره تخيليه بتحرك بيها بين النقط، فانا بتجول جوه معبد الكرنك بالكامل من خلال نظارات الحقيقه التخيليه دي. دي كانت من احد المخرجات. في من المخرجات الثانيه حاجه اسمها بتقنيات الهولوجرام او الحاجات اللي برضو التخيليه، في حاجه عندنا منتج موجود في المعرض اللي هو الفيرشوال مانيكان، ده الشخصيه بتاعه الجيم اللي احنا عاملينه، المشروع اساسا ان احنا نعمل جيم على الموبايل للسياح ان هم يستخدموه بره زي الموجود على الستور، يبتدي الجيم في مكانه في الدوله اللي هو فيها وبعدين يكمله اون سايت في المكان، يعني ده يشجعه ان هو ينزل يكمل في مكان الموقع ده، يديله نوع من المغامره والاثاره كده في ان هو بالظبط. فده مبني على رحله الاوبت اللي هي رحله الملك الفرعوني من معبد الكرنك لمعبد الاقصر، وكان بينزل في النيل بمراكب. دلوقتي بيتم هذه الطقوس الى الان في صوره مولد سيدي ابو الحجاج في الاقصر، والاجانب بينبهروا جدا في دوله محافظه على تراثها 7000 سنه بنفس الطقوس، نفس الرقصات، نفس اللي بيرموا روايح كده بازايز كولونيا على الناس. الكلام ده متوثق برسومات على جوه معبد الاقصر على حوائط المعبد يعني. فالقصه دي الموثقه دي حاولنا نحولها لجيم تشويقي، منها ثقافي ومنها تاريخي وتنشيط لعمليه السياحه. عملية التسويق الابليكيشن او يعني ممكن انها تتم ازاي علشان يكون ليها صدى فعلا بالخارج؟ تمام. او عائد الشركه اللي كانت مشتركه معانا كانت موجوده في معرض جايتكس من اسبوعين وعرضت جزء من الشغل اللي احنا عاملينه هنا، ولقينا قبول شديد على اقبال شديد على ان هم يتعرفوا على هذا النوع، وفي يعني جهات أجنبية كانت عايزة تاخد هذا المخرج على بعضه كده بالمنتجات بالشكل الفرعوني بتاعه اللي في مصر، تحط الجناح اللي احنا عاملينه دلوقتي اللي هو موجود في المعرض حاليا
لان الجناح ده في حد ذاته هو المخرج اللي احنا نتحرك بيه، يبقى يتحط في المتحف، يتحط في منطقه الهرم، يتحط في الاقصر، ده هيبقى الاداه اللي احنا بنعرض بيها الشغل ده. طب احنا لو اتكلمنا برضو عن مردود مثل هذه الفعاليات او هذه المعارض، اكيد ليها ثقلها بمشاركه مصر ومشاركه الدول العربيه او دول اجنبيه في هذا المعرض. هو المنطقه العربيه اللي احنا فيها دلوقتي ما بقتش معتمده على ان كل دوله بتتحرك لوحدها، فالمشروعات اللي بتبقى على مستوى الريجنال او على مستوى المنطقه دي اللي بتبقى ليها صدى، زي مشروعات السياحه، مشروعات في مجال الزراعه، مشكله الميه اللي هي موجوده دلوقتي، احنا بنعمل مشروعات في منطقه الميه على مستوى برضو الريجنال، لان الدول مجال البيئه والمجالات مجال البيئه ومجال الزراعيه ومجال الجرين انرجي والطاقه الخضراء والنظيفه اللي مش بتسبب عوادم، كلنا الدول اللي في المنطقه دي مشتركه في نفس العوامل، فلما بيحصل تكاتف ان احنا نستثمر في مشروع معين بيبقى ليه مردود على الدول كلها اللي في المنطقه يعني. فاحنا داخلين في كذا مشروع تاني غير مشروع السياحه ليه هذا التوصيف يعني. يمكن منتدى الشباب العالمي كان فيه اهتمام كبير بالشباب، وازاي ان احنا ممكن ان احنا نزود وعي الشباب ناحيه الابتكار والاختراعات وتقديم ما هو جديد، ازاي ممكن ده يحصل؟ هو المستقبل لهذا النوع من الاستثمار في الشباب الطاقه دي، ما نبقاش ان الخريج بيستني الوظيفه الحكوميه ان هو يبقى عنده الفكره بتاعته، وفي كذا توجه الحقيقه وكذا محور للدافع في هذا الاتجاه، ان رياده الاعمال، ان الشاب او مجموعه من الشباب يبقوا اصحاب فكر خاص ويبتدوا يفتحوا البيزنس الخاص بتاعهم ويبقوا متميزين في المجالات دي، وفي قصص نجاح كبير، وبرضه الاكاديميه بتتبنى هذا المبدا من خلال الحاضنات التكنولوجيه، ومعهد الالكترونيات اللي انا فيه برضه عنده مشروع مع الاكاديميه في هذا المجال، في الحاضنات التكنولوجيه في مجال الالكترونيات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات، ان الشباب اللي عنده فكره بياخد الدعم المادي والاستشاري والتقني ويتوفر له مكان ويتوفر له الخدمات التسويقيه، بحيث يبقى طلع يحط رجله على اول طريق انه يبقى عنده البرايفت بيزنس بتاعه. يعني دايما بيبقى عندنا مشكله الدعم او التمويل لهذه الاختراعات، وخصوصا ان المواد الخام اللي ممكن الشاب او المخترع او المبتكر ان هو بيستخدمها بتبقى عاليه التكاليف. النوع ده من البرامج الحاضنات التكنولوجيه، في اكتر من 23 برنامج لحاضنه تكنولوجيه في مصر على مستوى المحاور وعلى مستوى الجهات اللي بتدعم هذا الموضوع، سواء جهات حكوميه او قطاع خاص كمان، يعني في شركات قطاع خاص بتدعم هذا النوع من رياده الاعمال. اللي حضرتك قلتيه ده بالظبط، اللي هو المواد الخام او تكاليف التصميم الاولي او الخبرات اللي المفروض الشباب يكتسبوها علشان يبقى عنده المبادئ الاساسيه، ان يبقى عنده شركه، ان ازاي يعمل خطة عمل، ازاي يعمل خطة تسويق، انه يكون محتاج استشارة في حتة في جزء من الشغل بتاعه. طبعا هو لازم يكون يملك الجزء الاكبر من الفكرة بتاعته، وازاي يكون بينفذها، مش مجرد ندعم الفكرة من بداية فكرة انها تطلع فعلا لمشروع بيخدم مجتمعنا او يحل كتير من المشاكل اللي احنا بنعاني فيها مثلا بالنسبة للمجتمع المصري. تمام، في خطوات متعدده يعني اختصرها ببساطه، ان الفكره في مجال الابتكار، الفكره في حد ذاتها بتمثل اقل جزء من مراحل الابتكار. الابتكار في التعريف العالمي هو ان انا ازاي اوصل الفكره دي لحل انا ماسكه في ايدي. لو انا وقفت على مرحله الفكره بيبقى انا كده مش مبتكر بالمعنى اللي على ارض الواقع. المبتكر هو اللي بيحول فكرته ده ان تبقى حاجه ملموسه، سواء برنامج او اختراع او ان شاء الله يكون ممكن يكون بيحل مشكله في مشروع كبير وهو خد جزء يحله، زي مشروع مثلا توزيع شبكات الميه بيحصل تسريب، ممكن يحصل يعمل مشروع ازاي يوفر الفاقد في مصير المياه. نعم، بس اكيد بيبقى محتاج برضو الدعم الفني والمادي. في مراحل لان انا اوصل بالمبتكر ان هو يبقى المشروع بتاعه، في مراحل لتعريف المشروع، ممكن يكون في فكره وان انا اوثقها في ان انا اكتب التوصيف بتاعها وابقى عامل الدراسه بتاعتها على مستوى
العالمي دلوقتي، الدنيا كلها قرية صغيرة، فلازم أبقى عارف الفكرة دي وضعها ايه عالميا. في ناس اشتغلت في نفس الجزء بتاعها، في ناس وصلت لطريق مسدود فما مشيش فيه وابتدي افكر في طرق تانية استخدمها لحل نفس المشكلة، يبقى انا وصلت للنموذج الاولي، والنموذج الاولي يتحول بخطوات اخرى لنموذج صناعي. نعم. وبعد النموذج الصناعي يبقى منتج. فدول ثلاث مراحل كده، لازم كل مرحلة أدي لها الوقت الخاص بتاعها والخبرات بتاعتها من ناحية المالية والناحية التقنية. ممكن من خلال فعاليات هذا المعرض أنه بيقدم كمان جوائز أو حوافز للمخترعين والمبتكرين، أهمية هذه الحوافز في تشجيع المبتكرين والمبتكرين؟ الحقيقة يعني من السنين اللي فاتت الناس بتبقى مستنية الوقت اللي هو الساعة الأخيرة من المعرض ده عشان تشوف نتيجة بقى المجهود السنة كاملة في المشروع. بعدين دي بتبقى سنة، مش سنة، ممكن يكون 3 سنين، ودي نتيجتهم اللي اتعرضت في المعرض. فالحوافز دي طبعا بتعمل تشجيع كبير جدا، إنها بتخلي النوع ده من المبتكرين، المبتكرين مش لازم يكون معاهد بحثيه زينا. يعني في المعرض في مشروعات تخرج طلبه من اعدادي وثانوي، في من جامعات، في ناس من دارسين عاديين او ناس من المجتمع بصفه عامه، وجايين يعرضوا مبتكراتهم. في حاجات حلول ما كنتش لما بشوفها لف في المعرض امبارح مش متخيل ان ممكن ناس تفكر على هذا. المشكله دي كانت موجوده ازاي ما حدش فكر في حلها قبل كده، وحلول بسيطه بحلول. طبعا بيبقى ملتقى للمستثمرين، ممكن مستثمر ياخد فكره ويقرر ان هو يستثمر فيها بالتعاون مع صاحبها يعني. فدي بتبقى فرصه لتلاقي الطرفين، صاحب الفكره بالمنتج اللي ماسكه في ايده بيعرضه، سواء اذا كان نموذج اولي او ايا كان المرحله اللي وصل بيها، والمستثمر اللي ممكن يشوف ان في عائد ممكن يتحقق من تنفيذ الفكره دي. يا دكتور هشام، ممكن الاكاديميه هذا العام بتقدم ميداليات بثلاث فئات، هي ذهبية وفضية وبرونزية. الموضوع الجوائز يعني بالتنسيق بتاعهم يعني في خلينه في صورة مفاجأة شوية للتنسيق. أنا عرفت إن هم يعني من التجهيز للمعرض إن في كذا فئات على مستوى الحلول الفنية وعلى مستوى المشاريع وعلى مستوى الابتكارات، في ربنا يسهل ان شاء الله ويكون ان شاء الله كل التوفيق ميسرة. احنا بنشكر دكتور هشام فاروق استاذ مساعد بمعهد بحوث الالكترونيات، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام، فكرتنا متواصلة بعد الفاصل.